الصورة اللي بعدها الفنانة سهر الصايغ اللي عملت مسلسل الطاووس. لطيفة جدا وممثلة كويسة قوي وأمورة من الجداد الحلوين يعني. عجبتك في المسلسل؟ المسلسل ده عجبك؟ لطيف. انت عشان يعني الناس افتكرتي ان انا عايزه امنعه. في ناس عشان هو يمكن كان قريب من القصه اللي انتوا مريتوا بيها. فالناس مش قصه بنتي. انا عارفه، بنتي انا فاهمه. بنتي مش فتاه الفيرمونت. بنتي مش فتاه الفيرمونت عشان في ناس عندها. انا مبسوطه انك بتوضحي على فكره. انا عارفه المعلومه بس انا عايزاكي توضحي. بنتي مش فتاه الفيرمونت عشان في ناس دايما متلخبطه. هي الفكره بس في مسلسل الطاووس ان في حد استخدم، معرفش يمكن الحد المسؤول السوشيال ميديا استخدم صوره بنتي في الدعايه للمسلسل. فطارق العوضي استاذنا المحامي، طارق العوضي بعت قال ما ينفع يعني انظرهم ان ما ينفعش يستخدموا صوره بنتي في الدعايه للمسلسل. لكن ولا عمري حسيتي بايه لما استخدموا صوره بنتك في الدعايه للمسلسل؟ حسيتي بايه؟ يعني اتضايقت، بس ما اتضايقتش منهم يعني اتضايقت. لكن انا ولا عمري هحاول اوقف مسلسل ولا عمل فني ولا اقف ضد زمايلي ولا همنع فن. يعني الصوره اللي بعدها النجمه غاده عبد الرازق يا حبيبه قلبي. اجدع شخصيه في الوسط الفني، جدعه اولا متحققه وواثقه من نفسها وما بتنفسنش وحلوه قوي مع اللي معاها، وحقيقيه حقيقيه جدا. لا لا لا، ست جميله جميله جميله. وحشتني وحشتيني يا غاده. وحشتني بجد. وحشني الشغل معاها وهي وحشتني. ست جميله في منتهى الجمال. بحس ان غاده عبد الرازق من الشخصيات اللي بتعيش حياتها عادي، سنها وعادي، عندها بنتها وعندي عندها حفيداتها ومبسوطه بيهم وبتصور وبتنزل، فهي شخصيه حقيقيه جدا. اما اشتغلتي معاها كان انا بقول لك ده من شغلي معاها. كل اللي انا بقوله ده من شغلي معاها زي الفل. جميله جميله، بحب بستمتع لانها ممثله من الممثلات اللي انا احب اقف قدامها. قالت قبل كده ايه على تمثيلك؟ انت ايه ده، عرفتي ازاي؟ قالت لي انا خفت بعد ما شافتني بعمل اول مشهد في الخانكه. فقعدت في المونيتور اتفرجت عليا وجت قالت لي انا خايفه بقى اقف قدامك كده. طبعا بتجاملني يعني، خايفه مين دي؟ غول تمثيل. ايوه بس يعني بس نفسيتها حلوه تجنن. وانتي ممثله شاطره. وانتي ممثله شاطره، الله اعلم. غاده عبد الرازق من الشخصيات اللي سالوا عليكي؟ طب وقفت جنبي كتير قوي. طيب الصوره اللي جايه النجمه ناديه الجندي، معاكي ولا عليكي؟ ولا معايا ولا عليا. ست جميله ونجمه كبيره ومعانا طب معايا يعني مفيش حاجه. بس انا ما كنتش من اللي يعني من اللي بيشوفوا افلامها. ليه؟ انا ما اتفرجش على عربي، انا ما بشوفش عربي عموما. بس بتشوفي حاجات ثانيه عربي؟ مش كتير. ليه اشمعنى افلام ناديه الجندي؟ ما كانتش بتعجبني نوع الافلام، بس هي افلامها ما اقدرش اتكلم يعني ما اقدرش اشكك في انها ست ناجحه جدا ونجمه كبيره جدا. وعلى فكره شخصيه طيبه وبسيطه جدا يعني، ما احتكتش معاها كتير بس شخصيتها بسيطه. بتشوفي افلامها ازاي؟ لا يعني مش بتعجبني الانواع دي بتاعت الافلام. ليه؟ لان انا بحب الستات والافلام وان هي تبقى قويه وهي نجمه شباك. ده عجبني، ده عجبني، ده كان حلو جدا. بس نوعيه الافلام ما كانتش بتعجبك. مش يعني ليه؟ ما كانتش بتتوافق مع ذوق. فيلم بونو بونو مثلا ما كانش بيعجبك في ايه؟ ما شفتوش. ما شفتش بونو بونو. مش بتستهويني النوعيه يعني، نوعيه الافلام دي ما بتحبيهاش. اللي هي ست اللي حواليها رجاله كتير وكده ما بتحبيش. هو بيني وبينك المرحله دي ما كانش فيها افلام كتير. المرحله دي ظلمتكم. النجوم اللي كانوا موجودين في المرحله دي ظلموا النجوم الجداد اللي كانوا طالعين. طبعا احنا كانوا بيدونا الادوار التانيه عشان احنا صغيرين. لما نبقى مدامات بقى وانثى نبقى نديكوا الادوار، وبعدين لما بقينا مدامات وانثى ادوا للصغيرين. الجيل بتاعنا اتطحن في كده. اتظلم تمام، بس مكتوب يعني ظلم بس تمام.